انتي ما بتعرفي شو صار وقتها لما وقعتي. انا كنت رايحة على الحمام لزبط مكياجي، منيح لي ما شفتك بهالحالة، وإلا كنت انجلطت وكانوا أخذوني على المشفى معك كمان. الحمد لله على سلامتك حياتي. الله يسلمك حبيبتي، شكرا. تولين تعالي لهون بنتي، صبي كاسة شاي تانية لآيلة. هالفطاير كتير طيبين، انتي ساويتيهم؟ لا يا خانم اختي، شي نقول بس امي بتروح 3 ايام بالاسبوع بتنظف بيت نبهات خانم. اذا انتي رفيقة نبهات خانم وبتزوريها اكيد شفتي الايطالية تبعنا. لا يبدو ما بعرفها. شي نقول كانت تشتغل ببيتنا من قبل، بتساوي كمية من هالفطاير وبتحطهم بالفريزر، واذا اجانا شي ضيف منحطهم بالفرن بيستووا بسرعة ومناكلهم وهن سخنين. بس هلأ ما عاد تشتغل عنا، أنا قلعتها. ليش شو الموضوع؟ سرقت شي؟ لا ما سرقت شي، القصة طويلة كتير بلا ما نحكي فيها. طيب شي نقول ممكن تجي لعندي وتساعدني بشغل البيت؟ أنا بحاجة لمرة تكون شاطرة. ايه بتروح لعندك إذا ما عندها شغل تاني تشتغل، أنا بخبرها بتروح لعندك. حتى رح اتصل فيها، استني بس دقيقة واحدة. شايفة آيلا عم استخدم ايدي اليسار. بوغن دندن iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.